الصف العاشر الأساسي للعلوم الإنسانية، درس 3 من شرح قصيدة يا ليل الصب، صفحة 90 و91. أن يجيب الطلاب على التمارين المعدة في الكتاب المدرسي، أن يجيب التلاميذ على أسئلة إثرائية إضافية. تحدثنا في الدرسين السابقين عن الفكرة العامة في القصيدة، وهي الشكوى من السهر وطول الليل. وقسمنا الأبيات إلى التالية: الأبيات من 1 إلى 3 وهي تفيد الشكوى من طول الليل وطول السهر، الأبيات من 4 إلى 6 وصف حبه وتعلقه بمحبوبته وهو لا يجد طعاما ولا راحة في النوم، الأبيات من 7 إلى 14 وصف المحبوبة وجمالها، وصف المحبوبة وجمالها وسحرها، وأن نظراتها كضرب السيف، وجمال عيونها كأنه ضربات السيف، الأبيات من 15 إلى 19 وصف حالة الشاعر من هذه المحبوبة التي ستسبب له الموت، ويريد منها أن تعطيه نظرة وداع، وأن الوصل واللقاء جميل وعذب لولا الأيام التي تسبب النكد والحزن والفراق. وخلاصة القول أن هذه القصيدة من أرق القصائد في الشعر العربي، وبحرها هو البحر المتدارك، وهو بحر راقص صالح لهذا النوع من الشعر والغزل والعاطفة. عاطفة القصيدة هي عاطفة تقليدية، وهي عاطفة العاشق التقليدي الذي يركز على النظرات واللقاء والألم والأيام والمصائب، فهذه كلها صور تقليدية وليست صور لعاشق حقيقي يتعلم. وهناك بين القراءة المسموعة التي استمعنا إليها وبين ما هو مكتوب عندكم في الكتاب، هناك بيت شعر ليس موجود في الكتاب ولكنه موجود في القراءة المسموعة التي قرأتموها: صنم للفئة منتصب أهواه ولا أتعبده. إن هذا المحبوب كالصنم الجميل الذي يحبه ثم ينفي عن نفسه أنه يعبده، فهو مسلم ولا يشرك بربه أحدا ولا يعبد الأصنام. نأتي الآن إلى أسئلة إضافية إثرائية غير أسئلة الكتاب المقرر، على شكل اختر الإجابة الصحيحة فيما يأتي. نقول: 1، هذه القصيدة هل هي غزل عذري، غزل تقليدي، غزل صريح؟ قلنا قبل قليل بأنها غزل تقليدي. في الشعراء التالي أسماؤهم: شاعر لم يعارض الحصري، أحمد شوقي، أبو القاسم الشابي، حافظ إبراهيم. الذي لم يعارض هو حافظ إبراهيم. هذه القصيدة من بحر المتدارك الخفيف الرمل، قلنا البحر الراقص بحر المتدارك. الحصري شاعر عاش في مصر، في العراق، في مصر، متأسف، الحصري عاش في مصر العراق، مصر بمعنى بلد هنا، العراق، الجزائر، الأندلس، لا، هو عاش في الأندلس. هذه القصيدة قيلت أصلا في الغزل الرثاء المدح الفخر، هي قيلت في المدح، ولكن قلنا في أثناء الشرح بأن من المفارقات العجيبة أن كل ما يتحدث في القصيدة هو عن الغزل، نوع البديع، إذن المدح.
نوع البديع في كلمتي بالبين والهجران هو طباق ترادف. الترادف قلنا بأنه كلمتان لنفس المعنى، وهنا البين هو نفس الهجران ونفس الفراق، إذن هنا أفاد ترادف. نأتي الآن إلى صفحة رقم 93، ونبدأ بحل التملي. افتح كتابك على صفحة 93 حتى نقوم بحل الأسئلة المقررة في الكتاب المدرسي. السؤال الفهم والتحليل والمناقشة نبدأ أولاً، نجيب عن الأسئلة الآتية. نختار الإجابة الصحيحة فيما يأتي. لأي غرض شعري تنتمي الأبيات؟ المدح، الغزل، الحكمة، الفخر. الإجابة الصحيحة رقم 2، الغزل. من عارض هذه القصيدة من شعراء عصر الحديث؟ جمال قعوار، بدر شاكر السياب، أبو القاسم الشابي، علي محمود طه. أبو القاسم الشابي، ومن الجدير بالذكر بأننا قلنا أن هذه القصيدة عارضها 93 شاعرا، وأيضا منهم بشارة خوري ومنهم أحمد شوقي. جيم، ما سر أرق الشاعر وسهره؟ فراق المحبوبة، المرض، فقده البصر، فقده والدي. فقده البصر، فقده والدي. قلنا بأن أرق الشاعر في هذه الأبيات هو فراق المحبوبة. ما المقصود بصروف الدهر؟ أيام الدهر، مصائب الدهر، مسراته، مسرات الدهر، لياليه. المقصود هو صروف الدهر، مصائب الدهر. الإجابة رقم 2. السؤال الثاني، كيف يبدو الشاعر في البيتين الثاني والثالث؟ الصفات التي تبدو على الشاعر في البيتين الثاني والثالث هو السهر الطويل، فالسمار وهم الذين يسهرون في الليل، جمع سامر، ناموا، والنجم يسهر معه ويبكي عليه. ثالثا، نذكر صفات المحبوبة التي تغنى بها الشاعر. تشبه الغزال هيفاء، غيداء، عيونه ونظراته كالسهام، رشيقة، دقيقة القصر، ونظراته كالسهام جميلة وقاتلة، وخدوده حمراء كالورد. السؤال الرابع، مما يتعجب الشاعر في البيت السادس؟ يتعجب الشاعر في البيت السادس من أنه يذهب ليصطاد فيقع هو فريسة. رحت أصطاد صادوني، علما أنه كما قال الشاعر عن نفسه بأنه قنص، أنه صياد ماهر. نأتي الآن إلى السؤال الخامس. السؤال الخامس، لما نفى الشاعر الذئبة عن محبوبته في البيت الذنب؟ تأسف، لما نفى الشاعر الذنب عن محبوبته في البيت الثاني عشر؟ نفى عن محبوبته القتل العمد والقصد في قتله، فهو لا يتعمد القتل لأنه هي صاحبة عيون جميلة ولم تقتله، إنما قتلته عيونها، فلهذا السبب هو لا يعتبرها بأنها هي القاتلة لأنها لم ترغب بقتله، ولكن العيون الجميلة هي التي قتلته. البيت السادس، كيف تبدو العلاقة التي تربط الشاعرة بالمحبوبة في البيت الرابع عشر؟ الشاعر يقترب من المحبوبة وهي تبعده عنها، وهي تسبب له المرض ويطلب منها الدواء والعلاج. البيت أو السؤال السابع، ما الذي يتمناه الشاعر في البيت الثامن عشر؟ يتمنى الشاعر الوصل والاتصال، لولا نكد الأيام. الشاعر مسكين، الله يكون في عونه.
السؤال الثامن: ألفاظ الشاعر تشف عن حرارة الشوق وألم الفراق، نمثل على ذلك من الأبيات. قلنا الشوق، الأبيات التي بها شوق: يا أهل الشوق لنا شرق بالدمع يفيض مورده، يهوى المشتاق لقاءكم وصروف الدهر تبعده. الفراق: ما أحلى الوصل وأعذبه، لولا الأيام تنكره، بالبين والهجران فيا لفؤادك كيف تجلدي. نأتي ثانيا صفحة 94 إلى ثانيا، نفكر ثم نجيب عن الأسئلة الآتية. واضح؟ نفكر ثم نجيب عن الأسئلة الآتية. قال الحصري: رقد السمار فأرقه، أسف للأسف للبين يردده، فبكاه النجم ورق له مما يرعاه ويرصده. وقال أحمد شوقي: حيران القلب معذبه، مقروح الجفن مسهده، ويناجي النجم ويتعبه، ويقيم الليل ويقعده. نوازن بين قول الشاعرين من حيث المعاني المشتركة بينهما، بين أبيات الحصري وبين أبيات أحمد شوقي. فنقول: المعاني المشتركة لدى الشاعرين: السهر الطويل، النجم عند الشاعرين يسهر ويحزن ويبكي، والناس ينامون وهو لا ينام، فهو يقيم الليل ويقعده. نأتي الآن إلى السؤال الثاني، نوضح الصورة الفنية في كل من الأبيات الشعرية الآتية: كلف بغزال ذي هيف خوف الواشين يشرده، ينضو من مقلته سيفا وكأن نعاسا يغمده، خداك قد اعترفا بدمي فعلام جفونك تجحده. نبين نأتي إلى هذا الإجابة. تقول: شبه المحبوب بالغزال الرقيق الأهيف، فالمحبوب مشبه والغزال مشبه به، حذف المشبه وأبقى المشبه به، فهنا استعارة مكنية. ينضو من مقلته سيفا وكأن نعاسا يغمده، الإجابة: شبه النظرة أو الرمش بالسيف، فذكر المشبه وهو السيف، وحذف المشبه وهي الرمش أو النظرة، فهي استعارة مكنية. خداك قد اعترفا بدمي، شبه الخد بالإنسان الذي يعترف ويتكلم، فذكر المشبه وهو الخد، وحذف المشبه به وهو الإنسان، فهي استعارة مكنية. السؤال الثالث: نبين المعنى المستفاد من كل بيت من الأبيات الآتية: ينضو من مقلته سيفا وكأن نعاسا يغمده، أي جمال العيون والرموش، فيريق دم العشاق به والويل لمن يتقلده. ب: وغدا يقضي أو بعد غد، هل من نظر يتزوده؟ البيت الثاني: الإجابة أن الموت القريب والأمل في نظرة وداع. جيم: بالبين وبالهجران فيا لفؤادك كيف تجلده، الإجابة هي الفراق والصبر والاحتمال من معاناة المحبوب. نختار الآن في السؤال الرابع، نختار العاطفة التي يدل عليها كل بيت شعري من بين القوسين فيما يأتي: يا ليل الصب متى غده، أقيام الساعة موعده. هنا الحزن والشوق والخوف: بالله هب المشتاق كرا، تفيد الندم الاستعطاف الإعجاب، لا تفيد الاستعطاف والإعجاب. جيم: كلف بغزال ذي هيف، تفيد الزهد اليأس والزهد، تفيد الإعجاب، تفيد الإعجاب
باء تفيد الأسف، باء تفيد الاستعطاف كما قلنا، والأولى تفيد الشوق. جيد، نعيد. البيت الأول يفيد الشوق، البيت الثاني يفيد الاستعطاف، البيت الثالث يفيد الإعجاب. نأتي الآن إلى صفحة 94، صفحة 95. صفحة 95 اللغة، نختار الإجابة الصحيحة من بين القوسين. نختار الإجابة الصحيحة من بين القوسين. ما المعنى الصرفي؟ ما المعنى الصرفي لقنص وكفى عجبا أني قنص؟ هل هي مبالغة؟ هل هي مصدر؟ هل هي اسم فاعل؟ لا، هي صيغة مبالغة على وزن فعل. ومن مأمنه يؤتى الحذر. ما نوع الجمع في كلمة جفون في كلمة فعلام جفونك تجحده؟ مذكر سالم، تكسير، مؤنث سالم. أكيد تكسير، وسمي تكسير لأنه يتكسر المفرد، وسمي سالما لأن المفرد يبقى سالما. المعلم، معلمون. فاطمة، فاطمات. يبقى المفرد على حاله، فيسلم المفرد، هذا سميناه في مذكر سالم، جمال السالم. ماذا يفيد حرف الجر في جملة بالله هبل المشتاقة كرم؟ قلنا تفيد القسم، والله لأدافع عنا عن الوطن. أخذنا ذلك في معاني الإفادة، معاني حروف الجر. إذا المعنى هنا القسم وليس الاستعانة ولا الطبعين. ضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة خطأ أمام العبارة الخاطئة. نقول ألفاظ القصيدة مأخوذة من بيئة الشاعر، خطأ. خلو القصيدة من البيان والبديع، خطأ. جميعها صور وجميعها بيان. عذوبة الألفاظ ورقتها، عذوبة الألفاظ ورقتها، صحيح. عذوبة الألفاظ ورقتها، عذوبة الألفاظ ورقتها، نعم. خطأ. يا ليل الصب متى غده أقيام الساعة موعده، يا ليل الصب متى غده أقيام الساعة موعده. ما نوع المنادى في العبارتين؟ الجملة الأولى يا ليل الصب متى غده أقيام الساعة موعده، المنادى هنا مبني على الضم في محل نصب. الصب مبتدأ مرفوع، يا ليل الصب بكسر الباء متى غده أقيام الساعة موعده، المنادى هنا منادى مضاف منصوب، والصب مضاف إليه. إذن عندما قلنا يا ليل الصب، الصب مبتدأ مرفوع بالضم الظاهر على آخره، وهو منادى مبني على الضم في محل نصب. وعندما قلنا يا ليل الصب، يا ليل الصب هنا منادى مضاف منصوب وعلامة نصب الفتحة، وهو مضاف، والصب مضاف إليه. الأولى أجمل لأنها غناء، فهو يقول يا ليل يا ليل، والنداء ها هنا لكل ليل. أما الثانية فالنداء ليل عاشق فقط، فالعبارة الأولى أرق. إذن في البيت الأول يقصد إنسان بعينه، وفي البيت الثاني هو يقصد أي ليل. وشكرا لكم.